احنا قدامنا قد ايه دول؟ 72. واللسان العصفور بس الجبنه تاخد لون حلو. طب احنا ممكن نروح ناكل السلطه عقبال ما الجبنه تاخد لون، وتقول لي جابر ايه اكلات في القريه ممكن مصريين كتير ما يكونوش عارفينها؟ يعني مثلا هدي لك مثلا، اعرف ناس كتيره جدا ما يعرفوش الخبازه، ما دوهاش قبل كده، ولا الرجل، ولا الرجله. الرجله دي فظيعه. الرجله اكتشفوها دلوقتي، في بعض الناس اكتشفوها دلوقتي عشان الاخوه السوريين بيستعملوها. ما يعرفوش انها موجوده عندنا في مصر طول عمرها. صحيح. يعني صحيح. ف ايه اكله في 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 قريتك اللي نشات فيها مش منتشر قوي في مصر او مش معروفه قوي في بعيد مصر؟ ده منديل ابويا. ما انا قلت اكيد المنديل القماش ما بيتعملش بقاله سنين. لا لا لا، الراجل لما توفى دي الورث بتاعه. المنديل انا اخدت منه اربع مرات. ربنا يصبرك دايما. احنا عندنا طبعاً في القريه ما اعرفش ماجد يعرف ده ولا في حاجه اسمها سريس. انا عايز سريس. سريس. بس انا كانت طبعا ما ملهاش عند الخضريه، فكانت لا ما بتتباعش. كانت من الارض. ست بتساعد والدتي الله يرحمها، كانت بتجيبها لنا من فلاح جنبها. بيسموها نبت شيطاني. بس هو مش شيطاني، هو رباني. لا هو فاحنا كنا بنيجي الحاجات بتاعت هو بيطلع مع البرسيم مش كده؟ بيطلع مع البرسيم وفي جزء منه بيطلع مع الذره. اوكي. بس هو الاكثر مع البرسيم، ان انت وانت بتحش البرسيم كده بتلاقي شويه جعضيض، تلاقي شويه سريس، وبياكلوه بالجبنه القريش. يا ريس مش عارف هو في هنا زيه ولا لا، شبهه؟ لا لا ما فيش حاجه شبه السريس. لا 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 لا، انا اقصد خضار. لو عندك عيدان خضار يعني هقول لك. عندي سبانخ. لا 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 لا، عيدان لا مقطعها. كنا بنجيبه مراد من الارض، بناخد معانا عيش. اوكي. طبعا ما 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 معمول في البيت. في البيت. بس بالجبنه البيضه ولا بتحط؟ لا مش بيضه. الجبنه القديمه. الجبنه القديمه بالسريس. بالسريس في العيش وانت قاعد، وتعمل لك فنجان، وتعمل لك مش فنجان بقى، تعمل لك كوبايه الشاي على المنقد. طيب ماجد احنا هندوق ايه دلوقتي؟ ده سلطه سبانخ، نعناع، جزر، بنجر مش مستوي، بنجر فريش، فلفل الوان، كسكسي، وحمص. ده اختراع. وحرنكش. وحرنكش ده مش من كراسه ماما. لا ده مش من كراسه ماما، ده اختراع. ده اختراع. والدريسنج معمول. ده من ايه؟ مش كراسه ماما. اسماجد اتعلم الطبخ، خد كورساته كده وعمل برنامج. اكتشفت كراسة امي بعد ما توفت. الكراسة شلتها، كراسة امي كراستين فيها كل الطبخات اللي كانت بتعملها بالوصفة بكل حاجة. اللي ما كانتش حافظاها يعني، الحاجات القديمة اللي كانت حافظاها ما كانتش كاتباها، بس كل على مر سنين عمرها الله يرحمها الطبخات كانت بتكتبها بالتفاصيل. هو خدها وعمل بيها برنامج وبعدل بقى عليها شويه حاجات. والوصفه اللي احنا ناكلها دلوقتي اللي هو الطاجن ده من الكراسه بتاعت ماما. يعني مثلا انت في زيتون هنا؟ لا ده حرنكش. ده حرنكش مش زيتون. لا ده حرنكش عشان الموسم بتاعه. ممكن بس تجيبوا لي الكاميرا كده على دي نص حرنكشايه. ده حرنكش من اللي احنا بنشوفه. اي ده انا بعمل بيه كمان حاجات حلوه قوي مع الافوكادو والزبادي. مجرمه قوي. عجبك؟ عايز اقول لك مؤخرا عجبك قوي. اخر كام سنه بقى في ناس كتير بتعمل صوص حرنكش. كنا معزومين سفره معزومه مع الاستاذه لميس الحديدي، وشاف عماد الخشب عمل لنا سمكه بالصوص الحرنكش. الصوص بتاع السمكه حرنكش. حرنكش ده حاجه جميله جدا. يعني انت كم نوع في الطبق ده؟ سبعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمن تسعة انواع. انت عارف يعني انت عندك صبر، او الشيف بقى المحترم عنده صبر عشان يطلع الطبق اللي زي جاي ده. جاي بس الوش يتحمر بس عشان يطلع الطبق زي ده. وتحط فيه سبع اصناف او تمن اصناف، وعشان تعرفوا برضو ان الناس دي مش لا انت فكرة انك انت بتعرف الاكلة بتاعتك حلوة منين؟ انا لا هي يعني انا ببقى ساعات عارف الاكله هتطلع حلوه ولا لا قبل ما احط ايدي فيها. لا انا اقصده انت مش بتبص على اللي بيدوقها. طبعا
يعني تعرف ان هو معجب بالاكله ولا لا. هو ممكن يقول لك لطيفه. لا 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 بس بيبان. لا بيبان يعني مراد مش هيستر حيه لو ما كانش عاجبها دلوقتي. لو ما كانش عاجبها دلوقتي كان عادي. انا بتفرج على مراد في البرنامج. هو بيبقى طبعا هو الاكيل. الاكيل يعني طبعا هو راجل جميل ومش عايز يضايق حد فبيسكت بس بيبان عليه. لا 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 غير لا, 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 لا لا هو بيقول لا هو بيقول هو بيقول هي مش قوي بس يعني بس بجد بيبان على وشه. لا بس انا شفته امبارح لما كلموني على ان انا اطلع معاه فبقيت مدمن دلوقتي سفره بجيبها مثلا في يوم. خلي بالك فشفتك وانت بتتكلم مع داليا امبارح فانت بتقول لها الاكل فقالت لك لا في شطه زياده في ملح زياده في فده شيء محبب على فكره انك انت لا في حته كذا انت هتطلعها بقى هتطلعها خلاص للاسف. طيب لازم ندوق وننتقل الى فاصل. حاضر. فيعني حتى لو كانت الجبنه ما ساحتش قوي. طب ما احنا ممكن نكتفي بده. ده تحفه ده. لا لا لازم تدوق المندش. هودني بس السلطه دي. ده ما فيش بعد كده. احنا هندوقك بس لازم تاكل كتير يعني عامل رجيم شكلك. لا هو ايه صحيح خلاص يعني بس لما بتحمر هنغرف احنا بقى ولا نعمل ايه زي ما انت عايز. اغرف بس خلي بالك هي سخنه فخلينا امسك لك. انا هغرف لجابر الاول. بص الجبنه بتشد ازاي. بص الجبنه بتشد ازاي. ان شاء الله تعجبكم. طب برضو قول لنا فيها ايه. ده لسان عصفور. حلو قوي كده. حته لحمه اسمها كولاطه. ودي لحمه بتبقى بتشد شويه فانا بقطعها حاجه اسمها راس عصفور. بقطعها صغير جدا وبديها تشويحه الاول على الطاسه وبعدين مشروم بصل بسله جزر كل ده على الطاسه وبعدين بسوي ال لسان العصفور نص تسويه او ثلاث ارباع تسويه وبعدين بحط كله في الفرن. ده كانت والدتي بتعمله. انا اللي طلعت حته الجبنه. طيب بابا بقى الله يرحمه كان ايه عجبك؟ بابا الله يرحمه كان ايه؟ مفيش فيها. بص هي إيه؟ انا لازم ادوق بلا انا هندوقها دلوقتي. مش ممكن تحس انها دلعه ولا ممكن تحس انها ملعة. جون جون احنا نقول انت بنقول. لا لا انا بنبسط بشغلي. حلو. بابايا بقى الله يرحمه هي لو كان فيها خمس دقايق كمان كانت تبقى بالنسبه له تقطيع اللحمه الصغير ده او اللحمه المفرومه. أيوة. مش لحمه. لحمه يقول لك ايه ده فين الهوبر. بابا كان لازم يعني يندغ وانا واخدها من لازم يندغ اللحمه كده. احنا اكلت لحمه. كنت لسه اقول لك انتوا من بيت اكيل جدا جدا. احنا مراتاتنا احنا الاثنين لما دخلوا بيوتنا. أيوة. اول ما اتعزموا فتره الخطوبه. انا مراتي جالها انهيار عصبي ورجعت لمامتها بتقول لها ايه ده ايه ده دول بياكلوا كتير قوي. احنا كان عندنا طقوس في اكلات معينه بسيطه اكلات بسيطه بوفتيك يعني بوفتيك والبطاطس المحمره بس. انا وماجد وبابا كان يتعمل لنا مثلا 3 كيلو لحمه ومثلا 4 5 كيلو بطاطس محمره ونتخانق يعني ما تخلص. لا بس خلي بالك اللحمه زمان بقى برضو كانت حته اللحمه محترمه كده مش حته الاسكالوب اللي بتروح تاخدها دلوقتي. فاكر انت الاسكالوب بتاع النادي ده اللي يبقى مضروب يطلع قبل بقالك قد ايه شغال في الـ لا انا واخد الطبخ هوايه. انا ابتديت من 2019 2018 مع الكورونا. وهي هوايه اكتر منها اي حاجه يعني. انا شغلي في مجال تاني خالص يعني بس انا يعني بحب ادخل المطبخ يعني. انا الويكند بتاعي في المطبخ اقلف في حاجه يعني. استوت. ها حلو قوي. بتحطها بقى جوه. خليها بره.